السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى نتكلم على البروتوزوا اللي مش بتتشاف في عينات الستول أناليسز، ولكن لازم يتعمل لها سبيشالستين موديفايدز النيلسن ستين علشان أشوفها. أهمهم على الإطلاق كريبتوسبوريديوم بارفم أو أوسيتس، لأن هي الأشهر ولأن هي موجودة في الأطفال الصغيرين بتعمل لهم كرونيك دايريا. شكلها ايه؟ انا بشوفها في الخلفيه كده، الخلفيه بيبقى لونها ازرق، الكاونتر ستين بتبقى الميثيلين بلو الزرقاء، وهي بتبقى واخده الصبغه اللي هي الكاربوفلاكسين اللي لونها بينك، فبتبقى دوائر لونها بينك وجواها بيبقى 4 سبوروزويتس، احيانا بيبقوا باينين او محذوفين على ناحيه واحده وفي فراغ حواليهم كده اللي هو الفاكيول اللي موجود. حجم الكريبتوسبوريديوم بارفام اوسيست صغير جدا من 4 الى 6 مايكرون، وده اللي بيخليها مش بتتشاف في الستول اناليسيس العادي. تاني واحدة شبهها وهي مدورة برضو السايكلوسبورا كاياتينينسيس أو أوسس، بتتميز بأنها أكبر في الحجم حوالي 10 مايكرون، ممكن توصل ل10 مايكرون، وبتتميز أنها بتاخد الستين ديفرنتلي، يعني بتلاقي جوست سيلز كده مش واخدة الستين، دوائر مش واخدة الستين ومثلا وإيه وناس واخدة الستين. سيستايزوسبورا بيلي او اوسيست، ودي ممكن تتشاف في عينات الستول اناليسز العادي، ولكن شكلها بيبقى جميل جدا في الموديفايد النيلسن ستين، اوفال ان شيب، وبيبقى ليها بلانت بولز طولها من 30 في 12 مايكرون، وبيبقى جواها كورتين او كوره واحده ولسه ما اتقسمتش اتنين، دي اللي هي السيستايزوسبورا بيلي او اوسيست. كل دول بروتوزوا انتهازيه بنسميهم سبوروزوا، وبيجوا اكتر للناس اللي مناعتهم قليله، يعملوا لهم كرونيك دايريا او في الاطفال الصغيرين. نشكركم على حسن الاستماع. Thank you.